معانا على الهاتف واحد من افضل المهاجمين او اللاعبين الاجانب يعني في المطلق اللي جم في تاريخ الكره المصريه، المهاجم الغاني الكبير الرائع للنادي الاهلي وايضا لنادي الزمالك احمد فيليكس، مهاجم الاهلي والزمالك الاسبق. يعني صباح الخير، انت مشرف ومنور. يشرفني ان اكون معك. بداية بالتأكيد كان نفسي أتكلم معك عن ذكرياتك وحبك للكرة المصرية، ولكن الحدث الأهم والأبرز هو والمفاجأة الأكبر كمان هو خروج المنتخب الغاني مبكرا من كأس الأمم الأفريقية. لماذا خرجت غانا بشكل مبكر للغاية من كأس الأمم الأفريقية وهي واحدة من المنتخبات اللي دائما مرشحة للفوز بالبطولة؟ أشكرك جزيلا. أعتقد أن الكرة الغانية ليست في أفضل حالاتها الآن، والمستوى منخفض، وهذا هو سبب خروج غانا من المنافسة مبكرا. بس لما تبص على هل تسمعني بشكل؟ الأعضاء الفريق ليست لديهم الخبرة الكافية. نحن نتحدث عن تشكيلة من لاعبي المنتخب الغاني كلهم محترفين في الدوريات الأوروبية الكبرى، ومن المفترض أنه التشكيلة الحالية تخلي المنتخب الغاني على الأقل يبقى في أدوار متقدمة في البطولة لو مش هياخد البطولة كمان. نعم، لكن تعلم أننا ليس لدينا الأداء الكافي، والمدرب تم تعيينه مؤخرا، وليس لدينا تنظيم جيد، ولم يكن هناك هدافين أو مهاجمين. بعد غياب سامواديان أصبح هناك مشكلة لدينا في المهاجمين، بالتالي لم نستطيع إحراز المزيد من الأهداف. رغم أن غانا وبالتالي فإن فريق غانا الذي تعرفه منذ زمن طويل لم يكن هو نفس الفريق الذي رأيته في المباريات الأخيرة. رأيك إيه في البطولة بشكل عام، كأس الأمم الأفريقية هذا العام؟ إن مستوى الفرق الكبرى والفرق الصغيرة أصبح متقارب. فريق المغرب الآن يلعب بشكل أفضل جدا. رأيك إيه في أداء فريق الجزائر؟ لا يلعب بشكل جيد على سبيل المثال. رأيك إيه في أداء منتخبنا الوطني المنتخب المصري في البطولة حتى الآن؟ حتى الآن لا يؤدي الفريق المصري بشكل سيء، ولكن هدفا واحدا ليس كافيا، ونحن نعتمد على صلاح فقط لإحراز الأهداف، وهذا ليس أمر جيدا. إذا لم تتاح لصلاح فرصة إحراز هدف فإننا لا يمكن أن نحرز أهداف، وهذا ليس أمر جيد. أنا أعلم أعضاء الفريق القومي المصري وأعرف أن جميعهم يستطيعون إحراز أهداف. رأيك إيه مباشرة؟ تفضل. ولكن الآن هم يعتمدون على محمد صلاح لإحراز الأهداف بشكل كبير، وهذا ليس أمر جيد للفريق القومي المصري. رأيك إيه في أداء كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخبنا الوطني؟ تعلم الفريق القومي المصري لديه مواهب يمكن استغلالها، هم في هذه اللحظة
لا يؤدون بشكل سيء، لكنهم لا يؤدون بشكل الجيد الكافي. He must win convincingly to convince the people that he is a very very good coach. But at the moment, his tactics is not working very well. على كيروش أن يثبت للجماهير أنه مدرب كفء وعلى مستوى كبير. So he needs to rise up his tactics very well, and the team should play very very well. لذا فإن عليه أن يطور من أدائه مع المنتخب وأن يساعد اللاعبين لكي يؤدوا بشكل أفضل من ذلك. طيب عايز أسألك عن المنتخب اللي بترشحه للفوز بكأس الأمم الأفريقية بعد مشاهدتك لمعظم المنتخبات، شايف مين اللي مستواه ممكن يأهله للفوز بالبطولة؟ في هذه اللحظة أستطيع أن أقول الكاميرون، وأيضا نيجيريا تؤدي بشكل جيد جدا. أعتقد أن نيجيريا والكاميرون سوف يصلون للمباراة النهائية، وأحدهم سيفوز بهذه المنافسة. طيب عايز أخدك للنادي الأهلي، ناديك الأول، ناديك اللي تألقت فيه كثيرا جدا وله مشاركة قريبة في كأس العالم للأندية. ما تتوقع للنادي الأهلي في كأس العالم للأندية البطولة القادمة الأولى أو أقرب بطولة هيشارك فيها النادي الأهلي إن شاء الله؟ الأهلي في وضع جيد الآن، فاز بكأس السوبر وفاز بالكأس الأمم. So now they have the experience to play in the World Cup. وبالتالي فإن لديهم الخبرة الكافية للعب في كأس العالم للأندية. There's no excuse for them not to perform very very well. ليس لديهم عذرا لكي لا يؤدوا بشكل جيد جدا، لديهم خبرة كبيرة جدا. With good organization, with good preparation, with good mindset, لديهم إعداد جيد ولديهم تنسيق عقلي ومنطقي ممتاز. So there's no excuse for them not to do well. لذا فليس لديهم عذر يمنعهم من الأداء الجيد. مين من لاعبي الأهلي الحاليين تعرفه جيدا، تعرف أدائه وتعرف شكله في الملعب وتتوقع تألقه في كأس العالم للأندية؟ أعتقد أن الأهلي فريق منظم وكل لاعبي يؤدون بشكل جيد. الأهلي فريق كبير، وأتوقع أن كل اللاعبين سوف يؤدون بشكل جيد. رأيك إيه في بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي؟ He's the best in Africa now. إنه الأفضل في أفريقيا الآن. To win many trophies for Ali because. وهو فاز بالعديد من الجوائز للنادي الأهلي. النادي الأهلي لأول مرة يكون عنده مدير فني من القارة الأفريقية من خارج مصر. ده ممكن يخليك تفكر في وقت من الأوقات إنك ترجع تاني للنادي الأهلي لعمل إداري أو فني في الفترات اللي جاية. It's very, very good that first time in the history of Ali have a coach from Africa. هذه أول مرة الأهلي أن يكون لديه مدرب من أفريقيا، وهذه ميزة كبيرة للأهلي أعتقد. It has shown that Ali is an open club. Ali is a professional club, and Ali is the best in Africa. هذا يؤكد أن الأهلي فريق محترف، وهو فريق لديه انفتاح على التعامل مع جميع المدربين من كل الجنسيات سواء أوروبية أو أفريقية. And they have shown that they can pick any coach from any continent, from anywhere to come and perform very very well. والنادي الأهلي قادر على التقاط أي مدرب يتميز بمهارات رائعة من أي مكان في العالم. So it's a plus for Ali, and I congratulate them. I congratulate the management for that, for choosing Musameni.
لذا فإنني أهني النادي الأهلي على أدائه مع كابتن بيتسو موسيماني وعلى الجوائز التي فاز بها مع هذا المدرب. سؤالي مرة تانية عشان لو ما خدتش بالك منه أو ما فهمتوش، هل تتمنى العودة للنادي الأهلي للعمل فيه كمدير كأمور فنية أو حتى أمور إدارية؟ نعم بالتأكيد، لأن الأهلي منحني المنصة الخاصة التي جعلت لي اسما. واستطعت من خلال الأهلي أن أؤدي بشكل جيد جدا. لذا فإنني أكون سعيد جدا إذا عدت للنادي الأهلي لكي أدربه أو أن أقوم بأي دور داخل النادي الأهلي. هذا هو الفريق، هذا هو الفريق منحني الفرصة ومنحني المنصة التي استطعت أن أجعل منها لي اسما في الملاعب. أحمد فيليكس نجم النادي الأهلي والزمالك الأسبق، المهاجم الغاني الكبير الرائع، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.